ركبي إن مسلمان مسلم حقا بعيدا عن لعباته السخيفة. أتعرف سأنبهه لهذا؟ لا تحاول تغيير المسلمان ليس بالشياطين. يا صديقاي لو أقضي وقتا ممتعا كهذا فترة أين أن نكرر ذلك؟ أعرف أني أضيع الكثير من الوقت لكني استمتعت معهما. موردكاي هل تعرف من غيري يضيع الوقت؟ لعاباتك غير مضحكة موردكاي. ماذا تقصد يا صديقي؟ مسلمان إن مزاحك لا معنى له، فأنت تسخر دائما من نفسك وحسب، يجب أن تشير لشخص آخر لا لنفسك. اشرح لي. على سبيل المثال، أتعرف من غيري لديه أسنان كهذه؟ فمك. أو أتعرف من يليق به هذا الشعر غيري؟ رأسك. ركبي مساعد. تعرف من يرتدي دوما نفس القميص غيري؟ إنه أنت. أتعرف من غيري يعيش في عربته؟ أنت. تعرف من غيري يتهور في القيادة؟ أنت. أتعرف من غيري لا؟ أنتما تسخران مني، كيف تجرؤان على السخرية مني؟ لا أحد يسخر مني أبدا. نعم هذا صحيح. أعرف يا أخي. سوف تندمان أشد الندم على سخريتكما. اخرج في الحال. ستنال عقابكما. لا يجرؤ أحد على السخرية مني.